وبنرجع للقاهرة مع تفاصيل ألبوم يسرى الهواري اللي فكرت إن الجمهور هو اللي ينتجه لها، ويمكن التجربة دي أول مرة تتعمل في مصر، لكنها حصلت في دول تانية كتير زي الأردن ولبنان. أعتقد إنها التجربة الناجحة ليسرى اللي كلمتنا عن تفاصيل التمويل ده وإزاي قدرت تخلق الثقة بينها وبين جمهورها. أنا يسرى الهواري، أنا بعمل مزيكا، بلعب أكوردين وبغني، عشان كده إحنا بنعمل الحملة دي عشان تساعدونا إن إحنا نعمل الألبوم بتاعنا الأولين خالص. وكان لينا لقاء خاص جدا مع يسرى عشان تحكي لنا عن تفاصيل حملة انت منتج ونجاح التجربة الأولى من نوعها وهي ألبوم من إنتاج الجمهور. عملنا فعلا الحملة دي، وهي كانت المفروض عن طريق الكريدت كارد، لأنه السايت اللي بتعمل الحاجة دي كلها أماكن برا مصر. احنا فكرنا ان احنا عندنا برضو جمهور كتير صغير في السن يمكن لسه ما عندهمش كريدت كارد، طب احنا هنعمل حاجة تانية، هنعمل كوبونات عبارة عن انه طيب انت اشتري الكوبون ده بتاخد الالبوم وتحضر حفلة خاصة. واحنا فعلا عملنا الحفلة الخاصة دي خلاص، يعني حتى قبل حفلة اطلاق الالبوم عزمنا كل الناس اللي اشتروا الكوبونات، احتفلنا معاهم بصدور الالبوم وخدوا النسخة بتاعتهم. وتفاصيل الالبوم، الالبوم فيه 11 اغنية، منهم اغنيتين من الاغاني القديمة خالص. والالبوم ده جه بعد ما احنا بدأنا، يعني بقالنا 5 سنين بنشتغل مع بعض، كان مهم ان احنا قعدنا نجرب حاجات كتير، قعدنا نجرب نشتغل ونعمل حفلات ونسجل فبعد كل التجارب دي كنا خلاص يعني حسينا احنا وصلنا دلوقتي للصوت اللي احنا بنحبه واللي احنا عايزين نلعب بيه ومقتنعين بيه في الحفلات، فيلا بقى نوثق الفترة اللي فاتت دي ونخليها نحطها في ألبوم. في ناس بتلعب كورة في الشارع تمشي تغني تاخد صورة في الشارع. من الأغاني اللي في الألبوم أغنية مفضلة ليسرى، وهي قررت تعلن عن السبب الرئيسي لاختيارها. أربع إيدين أربع إيدين أربع شفايف يشربوا الشاي باللبن. في أغنية لصلاح جاهين مثلا اسمها شاي بلبن، كلمات ما تغنيتش قبل كده وأنا بحبها، بحب الشاي بلبن فعملتها. مع غياب المنتجين وشركات الإنتاج لإصدار ألبومات، هل ألبوم من إنتاج الجمهور هيكون الطريقة الجديدة لإحياء إصدار الألبومات؟ أتمنى إنها تبقى إن إحنا كده قدمنا نموذج الناس تقدر تتبعه بعد كده، أو حتى يعني يخلي الناس تتعرف أكتر على فكرة التمويل الجماعي، يعني يعرفوا إنه ده ممكن في حاجة اسمها كده وممكن تحصل، وهي حصلت ونجحت وفي الآخر المشروع اكتمل بسبب مساعدة الناس.